الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. بالنسبة لعودة الجماهير الوطنية على الصعيد المغربي، كيف كتشوف أخي الجماهير الودادية حاليا؟ فرحانين بالعودة ديالهم وداخل التيران، راه التيران كامل غادي يدور، درجة التيكي راه سالو مع شي 12، مابقاتش التيكي يعني ولينا كنقلبوا عليها بالريق الناشف كما كنقولوا. وكما كتشوف الجماهير الودادية راه سعيدة بالرجوع إلى الملاعب الوطنية على الصعيد الدولي والإفريقي. وبالنسبة للسؤال اللي طرحتي عليا، أنا راني رجاوي وجاي نتفرج في ماتش ديال الوداد والزمالك، كما كنقولوا ما جايش نقوس، جاي نتمتع بالماتش، جاي نعبر على الفرحة ديالي على أننا رجعنا للمدرجات. ومن هذا المنبر هذا كنشكروا فوز القجاع اللي تاح لنا الفرصة هذه، وخا عانينا واحد العامين ما كانوا التيرانات مسدودين. يعني راه المتنفس ديال الشباب وديال جميع الوداديين والرجاويين هو محمد الخميس، وبالضبط في المدرجات، تكون في المدرجات. خويا احسن حاجه داروا هاد الناس هي حلوا لنا هاد المتنفس الوحيد اللي عندنا، حيت حنا ما كنتنفسوا في حتى بلاصه اخرى من غير هاد البلاصه. نجيو نشجعوا الفريق ديالنا وكنمشيو، ومن هاد المنبر كنوجه رساله للعابه كاملين، كونوا رجال وجيبوا لنا 3 بوان، معولين على العصب هاد العام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كان شي بادره جيده هادي، اول بادره كنشوفوها زوينه من السلقجاع انه فشح لينا البيبان الجماهير ديالنا للعوده. الحمد لله جمهور تشيكي، ما كنحتاجوش شي حاجه، لا كارت ناسيونال كلشي مضمون ان شاء الله مربوحه. 3 بوان والوداد ترجع كما كانت، ولدي ما وداد وكاع الجزران راه كلشي على بالو داكشي. الوطنيه بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.